السلام عليكم إخوان، احنا ديما مع الجديد. اليوم السوق ديال تكزيرت تاريخ 22/2/2024، وغادي نشوفوا محا وخامة ونشوفوا الجديد اللي عنده. اليوم راه داير حتى الغلمي شي حاجة مليحة، اللهم بارك. وبالنسبة للثمن راسنا الحليب، بالنسبة للثمن راه 90 درهم، بحال المعز بحال الغلمي، اللهم بارك. شي مليح، اللهم بارك. بالنسبة للإخوان اللي تسلموا على موحى، احنا عنده دابا سي موحى. نعم، واحد السلام ديال الناس اللي متبعين قال لي سلم على موحى. واخا تبارك الله عليك، احنا وصلنا السلام ديالكم لموحى. بارك الله فيك، راهم باقيين متبعينك ان شاء الله. وبالنسبة هضرنا شوية على المعز اليوم وعلى الثمن ديالو. هادشي اللي قال بس يا واي هضرنا على الثمن ديال المعز واش بالنسبة للأثمنة اللي كاينة دابا راه 90 درهم باش تنبيعوه المعز، وما مسلك ب 90 درهم، ما مسلك والو. دابا راه شتيه بلايص اخرى 100 درهم، هاي يبيعوه ب 100 درهم. دابا انت ما قديتيش تبيعوه ب 100 درهم؟ لا ما قدرتش، بقى فيا بنادم بزاف والله العظيم. وراه كاين وين كاين الدار 100 درهم، واش غيكون الخروج بحال دابا؟ اواو حتى 100 درهم والله ما يخرج، ولكن الناس والله الا كنخلو من يدينا غير باش نخرجوا بلايصنا. انا تنشوف الى وصل ل 100 درهم راه غيكون الاقبال. ايوا والله العظيم قلتي كيما غادي يكون ضعيف، ما دار والله ما مسلك. وما بالك تزيد 10 دراهم راه ما مسلك حتى 100 درهم، ولكن اش غادي دير دابا؟ راه خاف هي الناس وكنبيعوا الكثره ديال البهيم ولا اله الا الله محمد رسول الله. فينا هي السلعه، فينا هي السلعه، ما بقاتش السلعه. راه الناس دخلت بالعلف ودخلت بالماكله، ما لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم، درت واحد جوج غلميين هادو ديال لانو، وراني الثمن غير عجبوني، كاينين المليح وعجبوني وما راه ما فيهمش. بالنسبه للثمن ديالهم تا هما بحال المعز 18 درهم، انت باش تربيحهم تا هما. غير الوانه غير الوانه فيهم الحب والصراحه. هذول الاخوان راه الغلمي ديال بنزر، ديال بنزر شي كيلو ديال الغلمي. اللهم بارك فيك، يغجد انت روبوت، ها يغجد شاس يغجد، ها صافي صافي ما كانش دخلات وتقول لا بغيت جديد جديد، اعطيها جديد، حيد هذاك، اعطي المره شي كتف يلا. يا راه هو كاينين الحوليات مزيانين ديال التعاونيه، ولكن اخويا راه فايت القانون، كاينه 50000 ريال، كاينه 55 54 52، كاين الثمن الحصول، كاين الثمن صح. حنا دابا غير ما بغيناش هادو جديد ما بالعشق، واه غير بالعشق باش جديدهم، واه معقول معقول عامل عشق من جدتهم. بالنسبة للدوارات ديالك شحال واصلين؟ 5000 ريال. 5000 5000 6000 يا زوبا كيف؟ 6000 شمي خصها شمي نوض مرحبا، صرخو كيزرب. لا وليت شم والو. لا كاين يمين الشي كاين بنزرتن، خلطة. كاين حتى غبالة. خلطة مخلطة مخلطة، إيه. ها غما الحجة ها. يا سيودار كيلو هذا كيلو كيلو اه خلصي كيلو خلصي كيلو كساس ولا هذا هذا زر مشي 4000 ميد 2000 2000 الله يخلف مزال قبل جدا في السيد الجزائري عندي غير شي ود لاحظوا يلا ابراهيم يلا ابراهيم سربا عليكم سام كبير اهلا اهلا الكبير اهلا على السلامه يا راه صافي مشيتي علينا صافي خليتينا صافي ما 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 عرفتش اش شتي تدير الكبير خليتينا صافي حمزه راه 2000 انا 2000 الحاج انا 2000 حمزه واخا موجود واخا اغا ما غردي سيدي تشيد 2000
كاين شمدي هذو ربي هذا مطوط هذا منور رزق النم هذه شوي واخا 2000 ريال ديال الصغار كاينه 2000 كاينه 18 ما مقادينش ها هو يا سي هانوي يد هذا جوج شنو شنو راه شي عجيب انت عمري بعيد حالا صافي نبدا يا سي وياك انا عبد الابراهيم دوتي لنا تبداو يلا يلا ولكن تصدى كما يجبر يقول لك هذا ابراهيم وبحال هاد الناس دابا تنتلاقاو معاهم بحال هاد جوج الناس اللي تلاقيت معاهم دابا حداكم راه هما الصراحه اللي كيخليونا باش نجيو نصوروا فيديوهات تيقول لك راه حنا بسببك تنجيو لهاد السوق يعني حنا راه مدعمينك حنا راه متبعين المحتوى ديالك واخا ما تبغيش تجي تصور تضطر باش تجي تيشجعوك انا الصراحه بحال الناس اللي كتلاقى معاهم بحال هكا صراحه تنوجه لهم التحيه من خلال من السوق ديال تاكزير صراحه والله الا الناس اللي كيش البارح عيط عليا واحد الاخ من فرنسا قال لي مالك ما لحتي لنا حتى سوق البارك لو دار كنا في هذاك ديال الكامون ديال الغلم انا زيد يعني الناس يبقاو تسناو انت اللحول يوم الجديد يلا انتم ما تشوفوا الاخوان داك الشيء اللي كان راه الحمد لله راه غادي تيخرج يا شدد انت ابراهيم ايوا بنا لا لا يا سيدي لا لا هذا ما بيناش فكره واحده اللي شفتو انا دابا لا ديما غتبع مزيان غتصيبو اش شفتي الوثائقي الوثائقي راه كاين حتى للسواق الاخرين جاك الوثائقي ياك شكرا تبارك الله عليك شكرا تبارك الله عليك الله يبارك فيك الله يحفظك يعني كما تشوفوا الاخوان فاش تتلاقى مع الناس تيشجعوك هذا هو اللي تيخليك باش تجي وتصور وتعاود والله اصدي البركه ورجلك سمعت ملاحة هذا واحد القضيه ابراهيم اللي كندير دابا الفيديو ديالكم غيكون بوحدو غادي يبقى مستقل حتى ديال الكاميرا غيولي مستقل بحال الشكل ديال التليفون باش كل واحد غيبقى ليه فيديو ديالو خاص به صافي دابا شي درنا خاص تكون فيه 8 دقائق ضروري خاص تكون فيه 8 دقائق بسم الله وين ميوات ابراهيم كيلو ضرب ولا كيلو لا كيلو ضرب هاك 14 16 هي 2000 الله يخلف الله عليك.
شوف ضربة الحجة هاك 14 16 علي إبراهيم 2000 الله يخلف إبراهيم نعم أرز أرز عشان فكرة مضبوط كل مرة حجة هذا. Thank you.